وفي كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد السيد الرئيس على أن المبالغ التي صرفت في الإنفاق على الدولة رقمها كبير نظريا لكنها قليلة أمام حجم الاحتياجات التي تتطلبها الدولة. أنتوا بتتكلموا على 7 تريليون جنيه، وشايفين أن المبلغ ده مبلغ كبير قوي اتصرف خلال 7 8 سنين اللي فاتوا في بناء او في انفاق على الدوله. انتوا تشوفوا كده 7 تريليون دول يساوي 350 مليون دولار تقريبا. الرقم ده في دول اقل مننا موازنتها قد الرقم ده على الاقل. موازنتها قد الرقم ده على الاقل، وليست لا محمله لا بديون ولا اعباء خدمه الدين داخلي ولا اي حاجه. الرقم 7 تريليون ده رقم متواضع جدا. وانا الكلام اللي بقوله ده كل الوزراء اللي قدامكم دول بيسمعوا مني. يقولوا يا فندم احنا حققنا كتير، اقول لهم يا حقيقي انتوا عايشين على دوله تقريبا 5 6 7% عباره عن مستطيل من الارض من اسوان لاسكندريه. فيها 100 مليون وفيها 10 مليون مركبه. بالعلم حجم الطرق اللي الموجود مجبور عليها لازم يكون يعني يحقق الحركه على هذا المستطيل بكفاءه وسهوله على مدار اليوم. غير كده يبقى ما حققناش حاجه.